بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا مجهزه القعده اهي كلها، مش ناقص غير انتوا تدوقوا بس، تعملوا كيكه وتدوقوها وتشوفوا الحلويات والجمال اللي ام باسل عاملاها. بصوا كيكه خطيره يا جماعه، مفيهاش لبن، هنعملها بمكون بديل للبن، حلوه قوي قوي قوي، وهيديها اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو اللون اللي زي الاورنج ده كده، مش بالبرتقال طبعا، لا مش بالبرتقال، بحاجه يعني بديل البرتقال، ولا بالتانك عشان تقولوا اه دي بالتانك وما اعرفش. كملوش الفيديو، لا كملوا الفيديو وشوفوا هنعملها بايه النهارده، اللي خلاها اداها الهشاشه الجميله دي واللون اللي انتوا شايفينه الجميل ده. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو، ما تنسانيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ مباسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول على افضل الصلاه والسلام، ونعمل احلى واجمل كيكه. يلا بينا، يلا نسمي بسم الله ونشوف ايه مقاديرنا النهارده. في البدايه هقول بسم الله، وعندي 3 بيضات، هنستخدم الخلاط بتاعنا بسم الله، وطبعا بيض يعني فانيليا، هفضي عليهم كيس فانيليا، وعليهم هحط كوبايه سكر، ونضرب بقى ايه الخليط ده كويس جدا لغايه ما اللون يفتح معانا ويبقى كريمي. بصوا شايفين اللون بقى كريمي معايا ازاي؟ عشان اقربكم واضح. تعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. انا محضره نص كوبايه زيت اهي، تمام. نضرب برده حاجه بسيطه خالص كده. بقى الكينج اللي احنا نعمل بيه الكيكه بتاعتنا النهارده هي الفانتا. اي ازازه فانتا تلاقوها المتاح عندكم، تمام. هناخد منها كوبايه اهو، ده بديل ان انتوا تعملوا ايه كيكه بالبرتقال، دي سهله يعني. اهي كوبايه اهي كده كويسه وجميله. نبتدي نرفع على الخليط بتاعنا بسم الله، نضرب برضو بتاعي بعد ما تجانس مع بعضه، شايفين بقى لونه محمر وجميل ازاي. نبتدي بقى الخطوه اللي بعد كده، وهي المواد الجافه. عندي كوبايتين دقيق عمد، هضيف عليهم كيس بيكنج باودر، تمام تمام وزي الفل. نحط عليهم رشه ملح بسيطه عشان تعدل لنا الطعم. نقلب كونت الجفه دي كلها كده، وابتدي انزل بالخليط بتاعي شويه بشويه. شوفي ازاي دلوقتي اهو بالشكل ده كده بسم الله. خلاص نزلت الخليط كله، ابتدي بقى ايه اقلب لغايه ما الدقيق يندمج مع المكونات السائله اللي احنا ضربناها في الخلاط، تمام. لسه بجيب من تحت، ايه نلاقي لسه في دقيق. بصوا لونها جميل ازاي، تبقى هشه ما شاء الله وجميله. خلاص كده اتاكدت ان انا خلطت الدقيق كويس، سباتولا عشان نتاكد ان الدقيق كله اندمج من تحت لفوق، تمام. تعالوا بقى ايه نشوف هنحطها فين. ممكن تعمليها في قالب بايركس كبير، او تعمليها في القوالب اللي هي دي. انا بحب بصراحه استخدم القوالب اللي هي الفويل دي، على اساس ان هي ايه بتبقى واحده واحده كده، بغلفها بحطها في الثلاجه، وقت ما بيعوزوا بيطلعوا وبيقطعوا منها وبيستخدموها، تمام. بس ايه القوالب دي حريه شخصيه يعني. انا حاطه فيها شويه زيت ودهنت القالب كويس كده، وهبتدي هصب الخليط بتاعي بسم الله. شايفين ما شاء الله الخليط، هملى طبعا نص الخليط، نص القالب قصدي، في قلبين اهمت. عندي عصايه شيش تاوك، هبتدي هعمل كده 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 علشان اطلع اي هواء واي افقاقيع في الكيكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا قلت لكم على الحركه دي قبل كده، هنشوف نتيجتها لما الكيكه بتاعتنا ايه تطلع ان شاء الله. حطيتها في قالب الومنيوم كده علشان ايه اساعد الحراره انها تتوزع كويس في القوالب. دلوقتي هنحطها على الرف الوسط على درجه حراره 180 او 185 على حسب النار بتاعت الفرن بتاعتك، وما نفتحش عليها الا بعد يعني نص ساعه كده وخمس دقائق او ساعه الا تلت، على حسب برده النار بتاعتك، ونعمل لها ايه اختبار بالخله، وهنشوفها دلوقتي ايه بعد ما تطلع.
الكيكه بتاعتي طلعت وبردت طبعا، وكان فاضل شويه عجين علشان ما احطهاش في القالب وتفور، حطيتهم في قوالب الكب كيك. بصوا هشه وجميله ازاي، بصوا لونها تحفه يا جماعه شايفين. بصوا بقى فايده ان انا اعمل العجينه عجينه الكيكه بعد ما اصبها في القالب بعود خشب او عصايه شيش طاووق، هتطلع معانا الوش مش مشقق زي ما انتم شايفينه كده وجميل. والتاني القالب التاني زي ما قلت لكم غلفته بالبلاستيك راب زي ما انتم شايفينه كده، ويتحط في الثلاجه لما يخلص ده نبقى نطلع التاني. تعالوا بقى نقلب القالب ده كده ونشوف ايه هنقطعه ازاي ونشوفه من جوه عامل ازاي. بسم الله، بصوا شايفين ما شاء الله تحفه يا جماعه بجد بجد، يعني الهشاشه والطراوه حاجه جميله جدا. بصوا تعالوا بقى ايه واحنا بنقطعها كده نسمي بسم الله ونقطع بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين طبعا هي لسه دافيه، شايفين بقى لونها من جوه عامل ازاي خطيره، حاولوا ما تقطعوهاش رفيعه. بصوا شايفين الحلويات، بصوا كانها قطع السفنج بالظبط، شايفين لونها عامل ازاي جميل ازاي خطيره يا جماعه، كيكه ناجحه جدا. وهنشوف بقى طعمها عامل ازاي. حبايبي قطعتها زي ما انتم شايفين، بنرصها بقى كده او في اي طبق، وبناخد قطعه قطعه كده زي ما انتم شايفين. عايزه تاكليها كده لوحدها زي الفل، عايزه تحطي عليها اي صوص مش هيقول لا، انا عندي صوص اللي هو اللالتوت. بصوا يعني براحتك، بس هي بصراحة هي مش محتاجة اي حاجة خالص. شايفين الحلويات تحفة، تعالوا بصوا شايفين لونها عامل ازاي، بصوا جميلة جدا بسم الله. رائعة بجد بجد رائعة، من غير صوص او بالصوص او صوص شوكولات او كراميل، خطيره يا جماعه. حتى اللي في الكب كيك، الورق الكب كيك اهو، بصوا شايفين الحلويات، شايفين الطراوه، بجد بجد خطيره خطيره خطيره. مع كوبايه شاي بقى كده، وانا مجهزه كوبايه الشاي اهي، يعني حاجه روعه. ايه رايكم بقى في المنظر التحفه الجميل ده؟ يستاهل كام لايك وكم شير. يلا بقى قومي جربيها، يعني مش هكلفك اي حاجه، مش عايزيكم تتكلفوا اي حاجه، وفي نفس الوقت هنعمل كيكه اقتصاديه بمكونات موجوده في البيت وطعمها مختلف ومتغير عن اي كيكه احنا عملناها قبل كده. دي كانت كيكه الفانتا بتاعتي النهارده، يا رب تكون كانت جميله وسهله وخفيفه ولذيذه عليكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناه ام باسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله. فسهلا وسهلا مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.